¡Ah! بسم الله الرحمن الرحيم. أنا فين كنت؟ استرني والله. إيش صار؟ والله ما أذكر حاجة، لكن اللي أذكر إني جعان وأدور الأكل. لازم أشوف الأكل، وين أحصل أكل دحين؟ إيش هذه القرية؟ أول مرة أشوفها. هذا البحر، أنا في الشرق دحين ولا في الجنوب؟ والله ما أدري، ناسي. خليني نشوف. نشوف هذا البيت، إن شاء الله نحصل أكل. تلفون ما يشتغل، شكل خربان. في اكل هنا؟ شكل البيت فاضي، ما في شيء. الله يعين، شوف لنا بيت ثاني. رجال يا شباب، يا محمد، هاي انا قاعد ادور الاكل. والله شكله مو صحيح هذا، شوف كيف يمشي. خلينا نشوف وش وضعه. اي ابغى اكل اكل، جعان والله. لي ايام مدري اسبوع ما ادري كم، والله الزبده اني صحيت وما عندي اي حاجه. طيب له مويه. طيب انا اكلمك انا. اوي انا اكلمك انا. بسم الله الرحمن الرحيم. ايش هذا؟ سنة جني. ما ادري ايش وضع اهل القرية هذولي. شوف السيارات كلها كذا، يمكن في تفاح هنا. والله ما في شيء. يا بطني. ما في اي واحد في بيته، ايش صار هنا؟ تفاحة. بسم الله الرحمن الرحيم، ناكلها. اذا ثانية خليها معي حتى احتاجها. الحمد لله هذا ثانية. اوكي خلينا نشوف ايش في البيت هذا. مسدس، مين يخلي مسدس هنا؟ انا اخذ المسدس هذا.
ايش هذه مطرقة؟ خليني اكمل طريقي. هذا مو مركز الشرطة؟ الا والله اذكر ان هذا مركز الشرطة. كيف اذكر؟ انا ما ادري انه ما ادري، بس احس اني كنت هنا. انا احس اني كنت هنا. ماسورة ممكن احتاجها. مويه يعني اشرب. ما ادري ايش وضعها، ايش على البنت اللي حصلناها هذيك. وضعها هنا ما يطمن في القرية هذي. ليش كأني احس اني كنت هنا في المكان هذا؟ لازم احاول اتذكر. ايش هذا؟ ما احتاجها. والله احس اني كنت هنا. المكاتب والمكان هذا كله ما هو غريب علي ابدا. ان شاء الله نحصل واحد هنا. معقول مكان شرطة ما في سلاح؟ شنو المكان هذا؟ خلي اطلع من هنا احسن لي. فاس، يا سلام، راح احتاجه اكيد. ايوه هذا تحميني ضد الشمس، راسي تضرني من الشمس هذه. طاقية ثانية، انا ناقص طاقي انا. طيب انا امشي اتجاه الشمس. يا سلام، والله قد معايا برد. خل اجرب هذه. اسمع صوت. ايوه هذول الناس، بس شكلهم مو صاحيين. هذول مو صاحيين مرة، هذول مو صاحيين مرة. بسم الله الرحمن الرحيم، ايش فيهم ذولي؟ لا والله لازم اهرب من هنا انا. انا
لازم أهرب من هنا. تعال انت اعطني. القرية مليانة منهم. لازم اشوف واحد عنده خبرة في هذا البحر. انا بمشي مع البحر وبمشي مع الشمس الين ما ربك يفرجها ان شاء الله. انا ضميري ما يسمح لي، انا لازم ما اطلع من القرية هذه حتى اعرف ايش فيه. خليني احط السلاح حقي هنا عند الشجرة هذه. خليني اطلع الفاس حقي. بسم الله الرحمن الرحيم. نمسك هذا لحاله. تعال. لا لا واضح انه مو في عقله، واضح انه مو في عقله ابدا. تعال. لا ترى بعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله اكبر. طيب خلنا نعاين له من قريب. بسم الله الرحمن الرحيم. لا في حاجة حصلت هنا. في حاجة حصلت هنا. في يدي كلها دم. شكله أكل آدمي قبل شوية. الله يستر. لا لازم أهرب، لازم أهرب من هنا وأشوف لي طريق ثاني وأشوف لي قرية ثانية. ساعات لي امشي وما في اي حاجة، ما في اي قرية وما في لا اي انسان ثاني اقدر اتكلم معه. هذي قوارب ايش فيها؟ اكل معلب. مين بيبنى اكل معلب هنا؟ نكمل رحلة الرايم. ايوه كنا نشوف مزرعة هناك، ان شاء الله فيها احد. الماي هذه كلها، الماي باردة مرة. نطلع من هنا. والله وش السيارة المعروقة هذه؟ هذا كله ايش هذا كله؟ لا حول ولا قوة بالله. فين الفاس حقي؟ انا الوضع بعد هذا، بعد هذا المنظر الوضع مو امان هنا مره. أحا يا والله اسمع صوت دجاجة، اسمع صوت دجاجة وشكلها الغداء حقنا إن شاء الله.
فينا ايوه ديك ما شاء الله بسم الله بسم الله قطعها يلا كملنا ايوه شوف حطام سفين هنا لازم اخذ نظرة هناك في برضو الجزيرة هذه والله ما ادري فيها ناس ولا لا بس لازم اروح اخذ نظرة بس قبل ما اروح لازم اسوي لي اشي حاجة اكلها لازم اكل اللحم وديك هذا نطبخ دحين ايوه هذا الحطب بسم الله يا الله نسيت ما عندي كبريت لكن اليوم ما في لحم خلها على الخضار دل الفواكه بسم الله ايش هذا اللوحة؟ لا 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 خلاص خلاص الوضع هنا مو امان مرة ثاني ثالث رابع